لما اروح للجزء الفني سريعا كابتن وائل، بعد اللي سمعته من كابتن جمال من الحكم، مولين ظلم؟ لا لا، مولين ما اتظلمش طبعا، اكيد زي ما قلنا كابتن سيف، الكارت الاحمر ده عزيز جدا على الحكم، واعتقد انه مش من السهل ان الحكم يطلع الكارت الاحمر. وانا كنت انا مختلف مع حضرتك ومع كابتن حسام في ان الحكم سمع شتيمه وودنه اكيد يا كابتن، يعني مش شتيمه مش كابتن. هيقبل اهانه لا لا يا كابتن. لا، هو قال مش شتيمه قال كابتن. الشتيمه الاولاني احنا قلنا متفقين، والتاني برضه كابتن تمشي كابتن. لا لا، كابتن جمال غندور اللي قال، احنا قال مش غندور، قال انت ظلمتنا، انت ظلمتنا. كابتن جمال غندور نفسه اللي قال كده، قال لك انت بتقول ان ظلمتنا، انت بتبص لها بنظره التعاطف برضه. انت لا مش تعاطف، بالعكس احنا بنقول خطا، وانا قلت خطا كبير من لعيبه المقاولين طبعا، وانا قلت احمد عوده كابتن انت مش هتدي احمر على الشعره بالظبط. يعني انت النهارده اديت واحد، انا في بدايه كلامي قلت الاثنين لعيبه، ان الاثنين عندهم خبرات كبيره جدا، الاثنين لعبوا قبل كده في الاسماعيلي، واحمد علي لعب في الزمالك، واحمد عبد العزيز لعب في المقاولين فتره طويله. فانا في البدايه قلت على الاثنين، بس انا ما كرامه الحكم دي في الملعب مهمه جدا. انا اتطردت اكتر من مره وانا في النادي الاهلي يا كابتن سيف، بس عمري ما اتطردت شتيمه ولا قليت ادبي على الحكم. كابتن ما هو كابتن يعني ماشي تمام، انا بحس بكرامه الحكم دي جدا. السنه اللي فاتت مش مختلفين على فكره، السنه اللي فاتت يا كابتن سيف اتطرد مننا اتنين لعيبه في الماتش المقاولين برضو النادي الاهلي، وكملنا وكسبنا الماتش يعني. تمام. يعني بس ما فيش لعيب اهان الحكم، هي دي النقطه. ويعني وكان ماتش مهم جدا، وبتلعب برضو في الدوري لسه، والموسم ما كانش خلص. فانا في البدايه لومت على الاثنين لعيب.